اسعد الله مساكم مشاهدينا وين ما تكونون، وهلا مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المميز برنامج 7 على 7. نرحب بكم واكيد يتجدد لقائنا معكم على شاشه قناه الفجيره مطلع الشمس. نتمنى ان شاء الله تستانسون معنا بهذه الصحبه الجميله. مشاهدينا، تعد القمه العالميه للتسامح اول حدث عالمي من نوعه يعالج قضايا التسامح والسلام والتعدد الثقافي بين البشر، وهي مستوحاه من قيم مؤسس الدوله المغفور له باذن الله تعالى الوالد القائد زايد بن سلطان ال نهيان وإخوانه الأباء المؤسسين طيب الله ثراهم. وتهدف هذه القمة لإبراز المكانة الرائدة للإمارات كدولة داعمة لتأصيل قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان، كما تسعى لبناء عالم عادل ومنصف وغير متحيز في لون أو عرق. اليوم مشاهدينا سيشهد مسرح جامعة نيويورك بأبوظبي وعلى مدى يومين العمل الأوبري العالمي ماء وصحراء إرث زايد، والذي يتناول قصة أعمار الصحراء وبناء المجتمعات المستقرة، كما أرساها مؤسس دولتنا المغفور له بإذن الله تعالى الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى. ويستعرض العمل لمحات من فكر المغفور له بإذن الله تعالى الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان وجهوده الدؤوبة لإحياء الصحراء وتحويلها إلى واحات خضراء تجذب الإنسان للارتباط بها وتنميتها في إطار مشروع الشامل لتأسيس الدولة التي أصبحت رمزا لازدهار والرفاهية والتسامح على مستوى العالم. مواضيعنا شيقة وهادفة مثل ما عودناكم، وراح نبداها بالحديث عن معرض ذا ويتكس 2018 وعن العولمة ومدى تأثر الناس بها. بتكون معنا أكيد هناك وقفة، وكذلك لنا وقفة أخرى مع مؤتمر دبي العالمي للتغذية وأيضا اليوم العالمي للعلاج الوظيفي. كل هذا وأكثر بيكون في انتظاركم خلال هذه الحلقة المليئة بمواضيعنا الشيقة والمتميزة، نتمنى إن شاء الله أنها تنال رضاكم. أما الآن خلونا بصحبة أخبار في جولة أخبارية منوعة مع زميلتنا ليال، وخلونا نمسي عليها. ليالي يسعد لي مساك. مساء التسامح لك سهام، ومساء كل القيم السامية السائدة على هذه الأرض الطيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يعطيك العافية. شو عندك اليوم الأخبار المتميزة اللي دوم عودتنا عليها؟ هذا الصباح سهام في إمارة الفجيرة وفي تمام الساعة 10 صباحا شهدنا فعالية لافتة، وتحديدا في فندق نوفوتيل الفجيرة تحت عنوان حملة حماة العلم، وكانت من تنظيم دائرة الصناعة والاقتصاد في الإمارة وبحضور كريم للشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وطبعا كنا قد أعددنا تقريرا مفصلا في هذا السياق، سوف نستعرضه بإذن الله خلال الحلقة إن شاء الله. خلينا معاك نتابع الأخبار. بالتأكيد، شكرا لك. الخامس والعشرون من أكتوبر 2018، أصحبكم بهذه الجولة المتجددة على أبرز محليات الدولة. مشاهدينا أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، وذلك لمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إدغار شاغوا لونغو. أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أشاد بالمبادرات النوعية التي تتبناها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرامية إلى تحفيز الحوار البناء في سبيل تعزيز التعاون نحو اكتشاف مسارات جديدة لدفع جهود التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك بمناسبة حضور سموه فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأكد في تغريدات لسموه أن كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية متفائلة جامعة للكلمة، ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحق حالي والمالي. وأقول له همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب، جميع العرب.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق والشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم، انطلاقا من نهجها الأصيل ومبادئها الثابتة القائمة على قيم العطاء الإنساني وإغاثة المحتاجين. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر بيتر مورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بأذرعها الإنسانية ومؤسساتها المعنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى استعراض أفضل السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات والمناطق المتضررة حول العالم. من جانبه أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدور الهام الذي تقوم به الدولة في ساحات العطاء الإنساني في المنطقة والعالم بأسره، وجهودها المتواصلة في مجال تطوير العمل الإنساني والخيري في مختلف الظروف. أيضا استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس ستيفن منوتشان وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث بحث سموه والوزير الضيف علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والاستثمارية وفرص وإمكانات تطويرها، كما تناولا عددا من المسائل والقضايا التي تهم البلدين، خاصة الجهود المشتركة في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب. أكد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، أكد إيمان سموه الراسخ بأن الشباب إناثا وذكورا هم عماد التقدم والتطور في أي مجتمع في العالم، وضرورة أعطاء الشباب فرصة للتعلم واكتساب المهارات المجتمعية المواكبة للعصر. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل تحت شعار الشباب تحديات الأزمات وفرص التنمية. وقال سموه تحدث المشاركون في الدورتين الأولى والثانية لهذا المؤتمر عن حماية الأطفال اللاجئين وبناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتج عن المؤتمر الأول مبادئ الشارقة الستة لحماية الأطفال اللاجئين، كما نتج عن المؤتمر الثاني إعلان الشارقة بتوصيات هامة في مجالات عديدة منها المساواة والعدل في التعامل مع الإناث في جميع المراحل العمرية والعملية ودورهم الفعال في تحقيق السلام المجتمعي الفعال. ومع هذا الخبر مشاهدينا أختم وإياكم هذه القراءة في أخبارنا المنوعة، لقاؤنا يتجدد يوم الأحد المقبل، حتى ذلك الحين في أمان الله. شكرا ليالي على هذه الأخبار المنوعة. مشاهدينا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والأمير أندرودوك يورك الحفل الختامي للنسخة الخليجية الأولى من مسابقة رواد القصر الذي أقيم مساء أمس في قصر الإمارات. نتابع معا هذا التقرير. Fitch's Palace is very, very simple. It's working to encourage and support starting up and scaling up entrepreneurial businesses around the world. Started in the UK in 2014, and we have brought it around the world. And the principle, very simply, is that we showcase to your own country, your own entrepreneurs, but we then give them the opportunity of being able to take their pitch and what they're doing and their business into a global sphere. You can see, because of what the leadership of the UAE is doing in particular, that you can see how they are prepared to take a little bit more risk and give entrepreneurs and small companies opportunities where the other countries may not necessarily wish to take that risk. We'll be right back.
تركيز صندوق خريفة في المرحلة القادمة هي على المشاريع ذات الجانب التكنولوجي. من هالمنطلق صار في تفاهم مع مبادرة اسمها رواد القصر تحت رعاية الأمير أندرو دوك في يورك في بريطانيا، اللي هي مبادرة عالمية تركز على المشاريع التكنولوجية. اخترنا من ضمن 15 متسابق أربع متسابقين اللي حيكونوا متسابقين في لندن على مستوى عالمي. نحن فخورين أن من هذه الأربعة اثنين من دولة الإمارات واثنين من البحرين الشقيق، بدعم من الصندوق، بتدريب من الصندوق، بتفاهم مع مبادرة رواد القصر، بيروحون إلى لندن وإن شاء الله أيضا يكون لهم دور على المستوى العالمي. السنة الماضية كان لنا نصيب أن يكون أحد المتسابقين من المتسابقين العالميين اللي فازوا. مشاهدينا، في إطار فعاليات الأسبوع الأخضر تستمر فعاليات معرض ويتكس والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي 2018 في دورته 20 بهدف استعراض أحداث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والتقليدية وترشيد الاستهلاك والتعرف على احتياجات السوق وإبراز المشاريع الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمد نجيب، الرئيس الإقليمي لمجموعة السويدي إلكتريك المشاركة في معرض ويتكس. مرحبا بك أستاذ، ونورت البرنامج. أهلا وسهلا بك، متشكر جدا على الاستضافة. الله يعطيك العافية. بداية أستاذ محمد، خلينا نتكلم عن مشاركتكم في معرض ويتكس وأهمية هذه المشاركة. الحقيقة معرض ويتكس هو من المعارض المتميزة جدا. نعم. وإحنا بيسعدنا إن إحنا نشترك في المعرض للسنة الخامسة على التوالي. ما شاء الله. والحقيقة لاحظنا نمو مضطرب في عدد المشاركين والقيمة المضافة اللي المعرض بيضيفها لنا. نعم. الحقيقة بتبقى فرصة طيبة إن إحنا نعرض التقنيات الحديثة اللي توصلنا إليها، ونشارك مع الإخوة في هيئة كهرباء ومياه دبي وكل الجهات الحكومية التجارب والدروس المستفادة من خلال التجارب. نعم. الحقيقة مشاركة السنة دي في معرض ويتكس كانت متميزة من حيث الحديث عن الاقتصاد الأخضر وتميز التحديات اللي بنواجهها في قطاع الطاقة والمياه على مدار 25 سنة القادمة. نعم. وكما تعلمي حضرتك ان احنا شغالين على رؤية الامارات 2050 في مجال الطاقة، وبنواجه العديد من التحديات، فبتبقى فرصة طيبة في معرض ويتكس ان احنا نناقش هذه التحديات مع أكيد. الإخوة في الكهرباء والمياه. أكيد. خلينا نتكلم عن أهداف المشاريع التي تم إنجازها، أو ما هي أهداف المشاريع التي تم إنجازها؟ الحقيقة أهدافها في الأول رفاهية وسعادة المواطن، من حيث أن أنا أقدر أوفر النهاردة طاقة نظيفة. صحيح. بأسعار مخفضة في متناول الجميع. ويمكن حضراتكم لاحظتوا أن في سيدي صاحب سمو الشيخ محمد براشد كان رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان أعلن تخفيض سعر الكهرباء والمياه للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية. نعم. وده جزء من المبادرات اللي احنا في القطاع الخاص بندعمها بقوة، بنشتغل عليها بحيث ان احنا نقدر نحقق تخفيض في سعر تعرفة الكهرباء والمياه. نعم. وقصر فترة التوصيل للكهرباء والمياه في أقصر فترة ممكنة. نعم. البرامج المستعرضة في معرض ويتكس 2018، خلينا نتكلم عنها. الحقيقة احنا استعرضنا جزء خاص بإنجاز محطات الطاقة في نظام الدورة المركبة. نعم. كما تم في داخل جمهورية مصر العربية بطاقة إجمالية 4800 ميجاوات في فترة زمنية تقل عن 22 شهر. نعم. استعرضنا كمان الأمور الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية. نعم. وتحول الغرض في الطاقة الشمسية ليكون في متناول الجميع، وخاصة من نظام حاجة بيسموها الروف توب. نعم. أو النهاردة أسقف المنازل كلها، النهاردة نقدر نوصل لتعرفة مخفضة في متناول الجميع وبمنتهى اليسر. نعم. نتعرف معك على الخطط المستقبلية أستاذ محمد. الحقيقة احنا نشوف ان احنا متواجدين داخل دولة الامارات منذ 2003 15 سنة، والحقيقة بنلاحظ نمو متزايد في الاقتصاد
وتحديات غير عادية. احنا حاليا نسعى بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بهيئة الكهرباء ومياه دبي وداخل وهيئات الكهرباء والمياه داخل الدولة، والخطة المستقبلية ان احنا نتوسع ويبقى المكتب الإقليمي لمجموعة سويدي داخل الإمارات، ومن هذا المشروع نقدر نكون متواجدين داخل إمارات الدولة، نغطي جميع الاحتياجات من حيث الكهرباء والمياه بأسعار مخفضة وتناول الجميع وبأعلى جودة. نعم أستاذ محمد نجيب الرئيس الإقليمي، شكرا على هذه المداخلة الجميلة من خلال برنامج 7 على 7. متشكر جدا عليك. الله يعطيك العافية. مشاهدينا خلونا بنكمل معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريانا. مشاهدين لكل فترة زمنية خصائص تختلف عن الأخرى، فقديما كانت المجتمعات تمتاز بالبساطة والعلاقات المباشرة بين الناس، وكانت الأعمال كذلك بسيطة. أما مع العولمة والتطور التكنولوجي تغيرت المجتمعات وأصبحت معقدة وبحاجة إلى أخصائيين لدراستها، ولكن لهذا التطور والعولمة بشكل عام العديد من الآثار الإيجابية والسلبية سواء على المجتمع كمجتمع أو على الناس ككل. والمزيد من التفاصيل اسمحوا لنا بأن نرحب بضيفتنا الأستاذة غادة المرشدي، أستاذة مساعد بكلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. خلونا نرحب بها. مرحبا بك أستاذة ونورت البرنامج. الله يحييك. الله يعطيك العافية. في البداية خلينا نتكلم عن العولمة والاختلاف ما بين العولمة قديما وحديثا. بشكل عام لو تكلمنا عن نشأة العولمة، نعم، هي كانت على مراحل مختلفة. من هذه المراحل لو بدينا مثلا بظهور النهضة في الدول الأوروبية بالقرن 18 و19، نعم، ظهور القومية والثورات الصناعية والثورة من ناحية الزراعة، وذلك في خلال طبعا كان الفلاحين في ذيك الفترة كان هناك بعض القيام بهجمات أو مثل ما نقول ضد الإقطاعيين في هذه الحقبة. بعد ذلك طبعا كان بشكل أكبر بشكل أوضح بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال طبعا الدول الأوروبية وانتصار على الاتحاد السوفيتي طبعا بالتعاون طبعا ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك في التسعينات بظهور أكثر طبعا بالتجارة العالمية والأمور هذه والسيطرة طبعا التجارة العالمية مثل الشركات القارات العالمية بتوفيق طبعا بتوقيع الاتفاقيات ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا هو دعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه الاتفاقيات العالمية. نعم إذا تكلمنا عن العولمة لها عدة أشكال، منها التعليمية والاقتصادية والثقافية، خلينا نتكلم عن هذه النواحي كلها كيف أثرت بشكل عام. طبعا العولمة ظهرت لها مثل ما ذكرتي طبعا ظواهر ومظاهر وأشكال وأنواع مختلفة. لو ذكرنا بداية مثلا مظاهرة كناحية اقتصادية، لو شاهدنا مثلا الآن التقدم الاقتصادي، المنافسات الكبرى بين الدول الكبرى من ناحية مثلا التبادل التجاري بين الدول، هناك طبعا بداية لتخفيف وطبعا إلغاء بعض الحدود طبعا بين الدول لتسهيل هذه طبعا الناحية الاقتصادية. لو تحدثنا طبعا من ناحية مثلا ثقافية، لو شاهدنا مثلا القنوات ووسائل الإعلام والفضائيات كلها طبعا فيها هناك بث ونشر للثقافات والعادات والتقاليد، طبعا بعضها ممكن تكون دخيلة على مجتمعات وبعضها طبعا للتكامل بين هذه المجتمعات والتنوع الثقافي طبعا بين هذه المجتمعات. لو ذكرنا من ناحية اتصالية، الآن طبعا البشر من كل دول العالم بسهولة يستطيعون طبعا التواصل والاتصال طبعا من خلال وسائل طبعا السوشيال ميديا وغيرها. طبعا هناك لو ذكرنا طبعا أمثلة لمظاهر أخرى طبعا. نعم إذا خلينا نعد أو نذكر بعدة نقاط الجوانب السلبية والإيجابية لهذه المظاهر العولمة. لو ذكرنا بدايتها طبعا إيجابية أو سلبية هي بشكل عام حسب نظرة الناس لها. نعم. من مجتمع من فئات من تختلف طبعا النظرة. نعم. فلو ذكرنا من ناحية إيجابية، من ناحية مثلا تعليمية ومن ناحية الثقافة والأمور هذه، البعض مثلا ذكرنا التنوع الثقافي طبعا والتسامح الاعتراف مثلا بين طبعا العرقيات الأجناس الأديان في تسامح وفي احترام لهذا احترام حقوق الإنسان، لأن بسبب العولمة وبسبب المنظمات طبعا الموجودة اليونسكو وغيره اليونسيف طبعا هناك دعوة طبعا لدعم التعليم هو حق للجميع وغير ذلك. لو ذكرنا بعض السلبيات هي مثال ذلك في بعض الدول التي تنتشر فيها البطالة، وذلك لأن هذه الدول لا تستطيع استقطاب الشركات الاستثمارية الكبرى، فنسبة البطالة طبعا دول النامية الفقيرة، فبذلك طبعا البطالة بشكل كبير
يستمر طبعا بها. طبعا بعض المجتمعات يظنها طبعا في عادات دخيلة طبعا على بعض المجتمعات ينظرها بشكل سلبي ويريدون طبعا الابتعاد عنها خاصة للأبناء وغير ذلك. بعض الأحيان مثلا وسائل العنف في القنوات بسبب طبعا العولمة صحيح. طبعا والسلوكيات والاتجاهات السياسية وغيرها إذا ذكرنا طبعا من ناحية سياسية من ناحية اقتصادية طبعا الخصخصة وبعض سيطرة الشركات الكبرى على طبعا الاقتصاد العالمي وذلك طبعا يؤثر على الشركات الأقل في المستوى. أستاذ غادي إذا تكلمنا عن النواحي اللي أكثر ظهرت فيها العولمة أو احتكرتها العولمة يعني شيء واضح أن هالجانب فعلا العولمة طاغية عليهم متأثرة فيه بشكل عام. طبعا هي على كل النواحي بس يمكن بشكل الفترة الحالية هي من ناحية الإعلام مثال ذلك الأزمات الإعلامية الموجودة طبعا وكيف أن الإعلام الآن قام بأحيانا تحريك طبعا مجتمعات حركات في ميادين صحيح. طبعا ميادين مختلفة من ناحية مثلا في بعض القضايا عند نقاش بعض القضايا الرأي العام له دور كبير صحيح. الدول لها دور طبعا وتدخلات مثال ذلك فرض العقوبات السياسية لبعض الدول فهذا هو دور كبير جدا وتطبيق بعض الأمور نعم أكيد. أصبحت الهوية لكل مجتمع طبعا نقول إيه لابد أن نحافظ على هذه الهوية فكيف يحافظ المجتمع أو الدول على هذه الهوية اللي تكون معاه في مجتمعه من خلال دخول العولمة معه يعني كيف يقدر يحاربها؟ أكيد طبعا إحنا صعب أن نتجنب هذه الهوية اللي أو العولمة اللي تأتي موجودة بهويات وثقافات وعادات مختلفة فالأولى أن نقوم طبعا بالوعي وفهم فهم جيد وفهم علمي لمفهوم العولمة واتجاهاتها وحركاتها السياسية وغيرها بعض مثلا ممكن نقوم نشجع مثلا الدارسين والباحثين أن يبحثون أكثر في مفهوم العولمة وكيفية طبعا تجنب مثلا السلبيات التي ممكن تأتي على مجتمع ما أيضا مثلا ممكن إذا مثلا في التعليم في التربية والتعليم في الوزارات مثل مثال ذلك الآن طيب كيف نستغلها كيف نستغل العولمة في وزارة التربية والتعليم أو في التعليم في وزارة التربية والتعليم مثال ذلك الآن عندنا مناهج مختلفة منها مثلا منهج التربية الأخلاقية وهذا المنهج هو بالتركيز التركيز الأول على الهوية الوطنية الثقافية ومن بعد ذلك كهوية وهي ما نسميها بالمواطنة العالمية أنا كيف يكون المواطن له هويته الثقافية وبالتالي وبنفس الوقت أنه يحترم الثقافات الأخرى يحترم الأديان والتنوع الثقافي بدون إلغاء طبعا الهوية الثقافية والعادات والتقاليد الموجودة في هذا المجتمع. خلينا نتكلم عن دولة الإمارات والعولمة. دولة الإمارات والعولمة الحمد لله بشكل كبير في الدولة في الباحثين والإدارات وكل طبعا المؤسسات في فهم لموضوع العولمة صحيح. فهناك مثل ما ذكرت طبعا في سياسات احنا كدولة بشكل عام نتبنى مفهوم العولمة ولكن مثل ما ذكرت بأول شيء بالبداية هو الهوية الثقافية وبعد ذلك العولمة ومثال ذلك طبعا الكثير من المؤتمرات العالمية في الإمارات العربية المتحدة الكثير من التبادل التجاري الاستثمارات الشركات العقارات الكثير من الجنسيات كذلك موجودة التنوع الثقافي يعني موجود الشيء صحيح. هذا في دولة الإمارات وكله يعيش طبعا باحترام وبتقبل طبعا الآخر وأيضا من ناحية طبعا التبادل الاقتصادي مثل ما ذكرت نعم. طبعا الاستثمار موجود بشكل كبير في دولة تتنافس الإمارات تتنافس الدول في المشاركة طبعا والتنافس الاقتصادي معانا في دولة الإمارات والسبب الرئيسي هو وجود العولمة في دولة الإمارات بشكل إيجابي. جميل جميل الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة تقدمينها من خلال برنامج أستاذة غادة. هو ممكن يمكن لأولياء الأمور أن يفهمون موضوع العولمة بشكل إيجابي وبشكل عام يأخذون الشيء اللي ممكن إيجابي لهم ويبتعدون عن السلبيات يعني أخذ الشيء الزين والشيء الشين ممكن أكيد. يبتعدون ما شاء الله عجلتي بديتي أساس بتعريفه وحتى كطريقة الحوار معك كله كان إيجابي يعني لو كل شخص يتفهم هالموضوع فعلا وينظر لها من الجانب الإيجابي الموضوع كان سهل جدا. أكيد أكيد الله يعطيك العافية. الأستاذة غادة المرشدي أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. شكرا الله يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا والمنطلق مسؤوليتها الاجتماعية نظمت دائرة الصناعة والاقتصاد حملة بعنوان حماة العلم للتعرف على طرق المحافظة على هيبة ومراسم هذا العلم التي يجب مراعاتها عند استعمال واستخدام العلم فلنتابع معا هذا التقرير.
مؤسسة وطني تقوم حاليا بحملة اسمها حماة الوطن، هي في دورتها الخامسة. هذه الحملة عبارة عن دورة على جميع إمارات الدولة، تكون من خلالها بتوزيع أعلام وتوعية عامة عن استخدامات العلم والحفاظ عليه وبروتوكولات استخدام العلم بشكل عام. فبدينا في من بداية شهر أكتوبر وشغالين لافين على جميع إمارات الدولة، وحاليا اليوم عندنا مشاركة في إمارة الفجيرة. إن شاء الله أن الهدف منها تغطية جميع موظفين الجهات في إمارة الفجيرة إن شاء الله إذا الله رأي. اليوم نحن متواجدين في إمارة الفجيرة الحبيبة ضمن حملة حماة العلم بالتعاون مع مؤسسة وطني. أشكر حكومة الفجيرة بدعوة القطاعات الحكومية والطلاب المدارس لنشر وثقافة العلم وكيفية التعامل مع العلم وابتعاد عن المحظورات التي تمس هذه الراية الغالية لكل مواطن موجود في هذه الأرض الغالية أو مقيم. كذلك ارتأت الحكومة في نشر هذه الثقافة في هذه الفترة، حيث أننا نحن مقبلين في محافل وطنية منها في أول من نوفمبر الذي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليوم العلم، ثم يوم الشهيد، ثم اليوم الوطني. فكانت هذه المحاضرة مستهدفة لهذه القطاعات لكي تكون النتيجة إن شاء الله إيجابية في حيث التعامل مع العلم وفي حيث التعامل مع العلم في هذه الأيام ورفعها عاليا خفاقا. مشاهدينا، دائما تسعى حكومتنا الرشيدة إلى الاهتمام بمجال التغذية والصحة لجعل أفراد هذا المجتمع أكثر صحة ولياقة، ولهذا تنظم هيئة الصحة بدبي خلال الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر مؤتمر دبي العالمي للتغذية بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء. والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دكتورة لمى النائلي أخصائي التغذية والصحة في مدينة دبي الطبية. مرحبا بك دكتور، نورتي البرنامج. مساكي سعيد وجدا سعيدة بمشاركتي معكم. الله يعطيك العافية. بداية دكتورة خلينا نتكلم عن مؤتمر دبي العالمي للتغذية 2018 وأهميته. طبعا المؤتمر جدا متميز هاي العام، وفي أكثر من اختصاصي متميز عالم موجود كمحاضر. نعم. في هذا المؤتمر العام، والحمد لله أيضا جميع أغلب الأطباء والأخصائيين التغذية وطن العربي كانوا موجودين حتى يعرفوا آخر ما وصل إلى العلم كان الصحة والتغذية. نعم. حتى أيضا كمان يطوروا خبراتهم ويعرفوا المعلومات الجديدة بمجال الصحة والتغذية. نعم دكتورة، لما خلينا نتكلم عن المحاور والأبحاث التي تم مناقشتها في هذا المؤتمر. طبعا أولا أنا حابة أقول كان في وجهتين بالمؤتمر، وجهة المحاضرات والمحاضرات التوعوية بالمؤتمر. نعم. وأيضا بجانب المحاضرات التوعوية يوجد معرض طبي في أبرز وأجدد الشركات اللي بتعرض المنتجات الجديدة اللي بتواكب العالم وبتساعد الأطباء وأخصائيين التغذية بمجال عمله. نعم. للحدث أول شيء عن المحاضرات، محاضرات كان طبعاً في من أبرز المحاضرات عن Childhood Obesity وعن الأمراض كيف ممكن نكافحها عن طريق الغذاء والتغذية. العالم في تقدم مستمر وعم يأثبت أهمية الغذاء والتغذية كprevention للأمراض. نعم. نمنع الأمراض وأيضا اللي بيساعد سرعة شفاء الأمراض. نعم. كلمة أخيرة دكتورة تقدمينها من خلال برنامجنا. طبعا جداً سعيدة بمشاركتي معكم، ودائما هيئة الصحة في دبي بتقدم مؤتمر تغذية ناجح، وهناك الستية أيضا كنا مساهمة بالمعرض الطبي، كثير اكتسبنا خبرة جديدة وأيضا استفدنا بوجودنا بالمعرض. نعم. وإن شاء الله دائما العلم في تطور في الإمارات إن شاء الله. دكتورة لمى النائلي أخصائي التغذية والصحة في مدينة دبي الطبية، شكرا على هذه المداخلة الجميلة.
شكرا. الله يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد مكملين معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. المهنة أو مهنة اليوم أو المهنة اللي بنتكلم عنها تعتبر من المهن الطبية المساندة، والتي تقوم على أساس التقييم ومن ثم العلاج لمهارات الحياة اليومية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية. اليوم بنتعرف على العلاج الوظيفي وما أهميته بالنسبة للمجتمع. كل هذه التساؤلات جبنا عنها اليوم أخصائية العلاج الوظيفي تقى بني عطا. مرحبا بابج، خلونا نرحب بها. مرحبا بابج دكتورة، نورتينا. الله يعطيك العافية. في البداية خلينا نتكلم عن الهدف من تخصيص يوم عالمي للعلاج الوظيفي. الهدف من تخصيص يوم عالمي للعلاج الوظيفي هو زي أي يوم عالمي بيصير، بهدف توعية، بهدف إنه نحتفل إحنا كأخصائيين نشوف إيش يعني من خلالها إحنا الخدمات اللي تقدمونها والأشياء. نطلع المجتمع على الخدمات اللي نحنا بنقدمها، بيتعرفوا الناس أكثر على العلاج الوظيفي. لأنه لسه في فئات في المجتمع ما بتعرف العلاج الوظيفي أو شو مقصود بالعلاج الوظيفي. طيب إحنا بنتعرف معاك، ما هو العلاج الوظيفي ولماذا يحتاج المجتمع إلى هذا العلاج؟ أكيد العلاج الوظيفي بالبداية هو مهنة إنسانية أكثر من أنه يعني مهنة طبية ومارسها مع فئات مختلفة من المجتمع. العلاج الوظيفي هو أحد المهن الطبية المساندة، بيهدف لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة. إعاقات مختلفة طبعا، الإعاقات الجسدية، الإعاقات الذهنية، العقلية، الاضطرابات الحسية، هاي أو الاضطرابات النفسية برضه والاضطرابات الحسية زي ما حكيت. هلا الاعاقات الجسديه او الذهنيه ممكن انها تصير يا اما من الولاده او نتيجه حادث، ممكن على الكبر. فيعني نحن نتعامل مو بس مع فئات صغيره او بس فئات كبيره، مع فئات مختلفه. فالهدف من العلاج الوظيفي بشكل عام بعد ما نعمل التاهيل او اعاده التاهيل، اعتمادا طبعا على الاعاقه او الاصابه او الاضطراب او المرض اللي يعني نحن نتعامل معه، اللي هو نوصل المريض لأقصى درجة من الاستقلالية. نعم طبعا حتى الحين هذه الوظيفة المساندة تستخدم في المدارس عند وضع خطة فردية للطالب، الطالب الملحق بالتربية الخاصة لازم يكون هناك المساند أو الوظيفي. مزبوط. ففي أتوقع كذا بند موجود أن الخدمات التي تقدم على حسب الإعاقة ونوعها. أكيد. أكيد. طيب خلينا نتكلم عن هذه المشاركة. إذا كانت معاكم مثلا محولين لكم طلبة من مراكز أو طالبات، كيف التعامل معهم؟ تمام. هلا يعني انت طرقتي لفئه محدده، فئات المدارس، لكن اول شيء احكي لك عن الفئات بشكل عام اللي نحن بنتعامل معها. بنتعامل اول شيء حتى مع الاطفال الخدج اللي بالخداج، بنتعامل مع الاطفال من اول مثلا اللي بيكون بيجي عند بصير في اصابه عند الولاده. صحيح. بصير نقص اكسجين بسبب مثلا شلل دماغي عنده، مع كثير حالات مختلفه من الاطفال، الداون، الاوتيزم اللي هي التوحد، صعوبات التعلم زي ما تفضلتي من المدارس برضه. هاي يعني هاي الفئات على مستوى الاطفال. فئات الكبار اللي الحوادث في عندهم الحوادث، الجلطات، اصابات يعني اصابات الدماغ برضه، كمان اللي موجودين في المصحة النفسية. نعم. برضه نتعامل يعني هاي أكثر الفئات اللي حتى كبار السن برضه اللي بيكونوا فاقدين أحد الوظائف اليومية، ممكن إنهم يحسوا بعجز أو إنه ما بدهم حدا يعينهم، بدهم هم يضلوا مستقلين في حياتهم اليومية. فنحن بنكون مساعدين ومساندين لهم يعني حسب الشخص وشو متطلباته. محتاج. حسب انت ما طرقتي لموضوع طلاب المدارس، طلاب المدارس كثير يعني من احد الاماكن بيعمل فيها اخصائي العلاج الوظيفي في المدارس، لان خطه فرديه، هذه الخطه الفرديه لازم انت تكونوا فيها من طبعا الاشخاص الموجودين في الخطه. صح مزبوط. يعني هاي الشيء يعني ممكن انها تشكل معلمه بانه مستوى الطالب هذا اقل عن مستوى الاطفال الثانيين، او انه بتلاحظ في صعوبه بمسكه القلم، بتلاحظ في صعوبه انه الطفل ينقل عن اللوح الاشياء اللي، او انه ينسخ، او انه هو خلاص تم تشخيصه موجود لتقرير نفسي وانتم المساند معه. هلا احنا من الخدمات حسب التقييم اللي نحن بنعمله. نعم. حسب يعني المرحله اللي واصلها الطفل او الصعوبه اللي بيواجهها الطفل، بنعمل التقييم اللازم. بناء على التقييم والنتائج اللي بيطلع منها من التقييم، بنعمل خطه علاجيه. هاي الخطه العلاجيه بنشارك فيها الاهل.
بنشارك فيها المدرسة في الفصل لحتى أن نكون فريق متعاون ونقدر أن نوصل الطفل أو الطفل اللي في المدرسة للشيء اللي يعني هو بيعاني صعوبة منه. نعم. طيب الأدوات والطرق اللي تستخدمونها معاهم في هذا العلاج الوظيفي، ما هي الاستخدامات، ما هي الأجهزة اللي تستخدمونها؟ طيب. طريقة العمل معاهم. هلا إحنا يعني أكثر من إنها أجهزة إحنا بنعتمد على اللي هي تمارين علاجية لنحكي. يعني هي قريب من العلاج الطبيعي. هو قريب من العلاج. نعم. الطبيعي، لكن نحن العلاج الطبيعي احنا فريق كامل. نعم. هاي فريق التأهيل، فريق العلاج الوظيفي، فريق العلاج الطبيعي، وفريق اخصائي النطق. احنا ضمن. نعم. هاي فريق التأهيل كامل. اخصائي العلاج الطبيعي بيهتم بانه يستعيد وظيفه، او مش وظيفه، يستعيد اللي هي المدى الحركي مثلا للعضله، للمفصل، للجزء، مرونه مثلا. تمام. لكن نحن نيجي بنكمل هذا الإشي برضو عن طريق تمارين علاجية هادفة بشكل، يعني لازم نركز على موضوع هادف، لأنه للأسف إنه الناس بتفكر إنه نحنا هاي الأشياء اللي نستخدمها إنها هي فقط للعب. نعم. لكن هي مش لعب، نحنا بنركز على إيش احتياجات المريض، إيش القصور اللي صار عندهم يعني خلال الحياة اليومية، بنركز عليه لحتى نحنا ننمي. نعم. المهارات اللي فقدها. فالتمارين العلاجية هاي مختلفة طبعاً بناءً على التقييم اللي بنطلع فيه، وبناءً على الفئات اللي إحنا بنقيمها سواء الأطفال سواء كبار السن. التمارين العلاجية للأطفال تختلف تماماً عن الكبار السن، أو عن اللي بنستخدم أو بنستخدمها مع الاضطرابات النفسية. يعني هاي الطرق مختلفة حسب الفئة، حسب التقييم، حسب الحالة اللي عندنا هاي. نعم. فبنتبع طرق استراتيجيات أو تمارين علاجية بين خلال جلسات، وبنوجه برضو الأهل لحتى انهم يتابعوا معنا حاله المريض المعني. طيب كيف يتم تشخيص الحاله؟ يعني اذا وصلتكم حاله مثلا من حادث او غيره، كيف يتم تشخيص؟ نبى يعني الدقه في هالموضوع. تمام. هلا نحن كتشخيص ما بنعطي تشخيص، نحن بنقيم، نحن كاخصائيين بنقيم تقييم. مثلا شخص صار معه حادث بيروح على المستشفى، شيء طبيعي، بيجي بينعمل تقرير طبي، بيكون في التقرير الطبي انه مثلا محتاج الى جلسات، اصابات في الراس، يحتاج الى انه يكون ضمن قسم التاهيل، يحتاج الى مثلا علاج طبيعي. اكثر شيء بيركزوا انه يحتاج علاج طبيعي. في اللي بيكون مطلع على العلاج الوظيفي، حتى في المهن الطبيه في بعض المهن الطبيه ما بتعرف شو يعني علاج وظيفي، فاذا كان مطلع الدكتور وعارف قسم التاهيل من شو بيتكون، بيحولوا برضه بناء على حالته لقسم العلاج الوظيفي، انه المريض بيكون محتاج انه يستعيد وظيفه من وظائف الحياه اليوميه. يعني مثلا تاثر عنده انه مثلا مريض اللي صار عنده حادث، صار في عنده اصابه على الدماغ، هاي الشيء يعني بياثر على الجوانب الحركيه والجوانب الحسيه، فممكن انها تاثر على وظيفه يوميه ابسطها اللبس، ببطل يعرف يلبس، فبيتحول على قسم العلاج الوظيفي مع العلاج الطبيعي طبعا. ليش؟ لانه نحن مش بس بيهمنا انه يعني كيف يلبس، كيف هي الاليه ان انا اقدر يعني مثلا اوكي انا عرفت المشكله، كيف استخدم يعني كيف الاليه اللي اخليه مثلا يتعرف على هالشيء وانه يرجع طبيعي مثل قبل، يعني كيف شو الاشي اللي الادوات اللي نستخدمها مع العلاج الوظيفي. نعم. طيب هلا مثلا كمريض، مثلا مريض اللي هي بعد اصابه الحوادث، اللي هي اصابه في الدماغ، اصابه على الراس مثلا. نعم. بيكون المريض بعد ما تحول علينا بنشوف المدى الحركي، يعني بنقيمه اول شيء، بنشوف المدى بنشوف الجوانب الحركيه، بنشوف الجوانب الحسيه، بنشوف الجوانب الادراكيه عند المريض، بنشوف ايش جوانب القصور، ايش نقاط القوه وايش نقاط الضعف اللي عند المريض. نعم. بناء عليها نحن بنحط خطه علاجيه. طبعا نحن في شيء يعني بيميزنا احنا كاخصائيين، نحن لما بنشتغل مع المريض بهمنا ايش المريض حاب يرجع يعمل بالضبط. يعني مثلا عادي ممكن مريض يحكي لك انا بدي ارجع العب كارد. نعم. شيء كان مهم بحياته انه يلعب كارد ورق، عادي ممكن. ليش؟ بطل يقدر يمسك بايده نتيجه الاصابه، بطل. نعم. يمسك الكارد، يقدر يمسك الكارد. فشو اللي بيصير؟ انه نحن نعمل اللي هي هاي الجلسات العلاجيه داخل، ممكن يجينا للعياده، للمستشفى، حسب احنا وين هو راح، وين توجه لاخصائي. نعم. العلاج الوظيفي. على اساسها
منركز نحن بهاي الأنشطة العلاجية على إنه يكون الإشي هادف ومركزين تمام بعد ما نستعيد. يعني نحن ما بنقدر نركز على إنه مهارة اللبس أو مهارة إنه بده يرجع يلعب الكاردز إذا نحن ما رجعنا الوظيفة الأساسية للإيد أو نحن رجعنا اللي هي المهارات الحركية أو المهارات الحسية لإيده ليقدر يحركها بطريقة فانكشنال نحن بنحكي اللي هي وظيفية. فعن طريق بعد كل هذا الإشي والجلسات العلاجية اللي بتتم والأجهزة أو الأدوات المساعدة أدوات التكنولوجيا المساعدة برضه على أساسها بيكون المريض مؤهل بأنه ممكن أنه يرجع يستعيد الوظيفة اليومية اللي فقدها نتيجة الإصابة. الله يعطيك العافية. سابتقى كلمة أخيرة تقدميهم خلال برنامجنا. أول شيء شكر استضافتكم. الله يعطيك العافية. وإلي الشرف أني أطلع على قناتكم لحتى يكون يعني أوصل لو شيء بسيط عن نبذة عن العلاج الوظيفي. وبهني أخصائيين علاج الوظيفي باليوم العلاج الوظيفي العالمي رح يصادف 27/10 يوم السبت. وبتمنى أنه الأهالي يعني يطلعوا أكثر على العلاج الوظيفي لأنه كتير مجال مهم وبيخدم فئات كتير من المجتمع. الله يعطيك العافية أستاذ طغى بني عطا أخصائية علاج وظيفي. شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج شبع اعتبارك. مشاهدينا وصلنا للختام ونقول لكم إن شاء الله نشوفكم يوم الأحد وإجازة سعيدة ومع السلامة.